السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا شكرا على المجهودات لرجال الإعلام أصحاب المنابر الإعلامية اللي كيجاهدوا كيجريوا من مالهم الخاص باش يوصلوا المعلومة للمواطن. أنا أقولها لكم بكل صراحة، شكرا لكم جميعا لأنكم كنتوا تبعتوا هذه الحالة ديال هذه الذبيحة اللي كيقولوا هما غير صالحة، مع العلم احنا كنعرفوا اولا منطقة 17 فيها لحوم ممتازة وكيحجوا لها الناس من المغرب كله، ولكن الغريب في الامر ان اليوم مساكن هذوك الجزيرات تفاجئوا ان بعض الجهات الطبية كتقول ان اللحم صالح، اقولها على حسب الاقوال ديالهم ان اللحم صالح، وكتجي كذلك بعض الاختصاصية في هذا الطب البيطري وكتقول غير صالح، عيب وعار. حتى هي حتى المسؤوله تكلمنا معها باش تعطي توضيح للمشاهدين ديالنا والاعلام ديالنا، لان داخل في الاطلاع على المعلومه هذا واجب وحق دستوري باش نوصل المعلومه الحقيقيه. اذا اليوم هاد الناس ديال هاد المجازر ضاعوا في هاد الكيمياء ديالتهم، ومع العلم ان رجال الصحافه باش تتبعوا هاد الحاله منذ البدايه الى ان تم اتلاف هذه الكميه ديال اللحوم، والغريب في الامر انهم منعوا باش يتبعوا ان واش هي هذا اللحم تسرق وضاه بعض الناس الميكات، واش تحرق، واش تم اتلافه او دفنه. هذا هو الغريب في الامر. المصورون ديالنا والصحفيين ديالنا ما بغاو غير يوصلوا الحقيقه، كيشكروا الدرك الملكي وكيشكروا هاد الناس هما مساكن اللي ضلوا وكيشكروا السلطات المحليه، ولكن خاص السلطات المحليه والدرك الملكي يعطي هاد المساعده للمنابر الاعلاميه باش توصل المعلومه. حنا كنا رجل واحد، حنا كنا بحال ما كاينش فرق، المواطن يعاون الدرك والدرك يعاون المواطن والصحافه تعاون الدرك في اطار ما هو معقول. اذا عيب وعار باش يتمنعوا الصحافه وما يتبعوش. بالامس القريب سمعتوا ان في منطقه سيدي الحجاج فرصه الدرك الملكي عطاو فرصه للناس اللي شافوهم كيفاش حرقوا هذيك الكميه ديال اللحوم او تلفوها، وحضرت الصحافه وعطاو فرصه للصحافه ووصلوا المعلومات كامل. اذا عيب علينا وعار. دابا اللي بقى فينا هنا هما هاد الناس اللي هما حتى الاسباب ديال اتلاف هذه اللحوم ما معروفاش كيفاش، خاصهم الواجب ديالو يعرف شحال ديال الكيلوات تم اتلافها وياخذ عليها بون. لا بغى يتوجه للمحكمة يمشي للمحكمة، حقه هذاك باش يشوف هاد المسألة واش هي قانونية ولا غير قانونية. إذا شكرا لكم منابر إعلامية حرة جادة اللي كتوصل الحقيقة، وبقاو غاديين في هذا المنهج ديالكم وشكرا لكم جميعا. شفت أنا اللونسة خاصها تخرج بواحد التصريح إعلامي للصحفيين تعطيهم توضيح بخصوص القضية. الغريب في الأمر قلت لك هذه القضية راه حنا تبعناها، احنا مع دائما ملي كنقولوا كاينه ذبيحه سريه كنوافقوا ان تم اتلاف اللحوم، ولكن هنا ما كايناش كتبانش لنا ذبيحه سريه. حتى نورساق اعطات ان اللحم صالح، وكذلك السياره ديال نقل اللحوم صالحه ومعترف بها ومرخص لها، ولكن راه مساكن كيبكي ودابا راه ما كاينش اللي عطاهم تفاصيل حول اتلاف هذه الكيمياء ديالتهم اللي هي اموال باهظه كان المفروض ان تتخذ. ولكن انا سمعت انك يقول لك بعض المجازر حلال عليهم ولا دخلتي بعد المزازير حرام، إذا هنا حلال وهنا حرام، هذا هو العيب وعار، خاص المسؤولين ديالنا يحسموا في هذا الشيء، يحسموا في هذا الشيء. واش إلا ذبحتي مثلا بقرة في الباطوار ديال الدار البيضاء ممنوع لك تجيبها ل 17، ولا ذبحتي في المحمدية ممنوع لك تجيبها ل 17، هذا هو الغريب في الأمر. إذا خاص النقابات المهنية والجمعيات الوطنية والمسؤولين ديالنا يبركوا على طاولة الحوار. باركة باركة من ضرب المواطن، باركة من ضرب المواطن، ديما ضيع، ديما المواطن عاطي ظهره، ديما ضيع المواطن. إذا حنا كغيون على هذا البلد، هذا الشيء اللي غاديين به راه ما مسلكناش وما غاديش يستخدم الصالح ديال البلاد. كاين شي شكوك حول هذه القضية هذه؟ هو فيها شكوك، الكل يقول فيها شكوك، حيث لو كانت ذبيحة سرية هي مشات من المجازر ديال 17 ودخلت من المجازر ديال 17، وعندهم شواهد ديال الأطباء بيطريين تيقول طبيب بيطري هي صالحة ومختوم عليها بكاشي مرخص له ومذبوحة في مجزرة بلدية. هذا هو الغريب في الأمر، هنا كاين لبس في هذه القضية، كاين لبس يجب إعادة النظر في هذه القضية. ولكن أهم شيء سمعنا دابا أن هاد أصحاب المجازر غادي تقدموا بشكاية لوكيل جلالة الولي الملك من أجل الإنصاف ديالهم. كل واحد عارف شحال ما عارف شحال عنده من كيلو، شحال تخاد ليه من كيلو، وراه دزنا دابا نيت ل 17، دزنا دابا لمنطقة سنا وباقي اللحم
باقي الكرشه باقي الراس، هذوك حلال عليهم وهذو حرام عليهم. اذا عيب وعار. الرساله ديالتنا واضحه، كمواطن اولا غيورينا على هذا البلد، وما تنبغيوش كيما سيدنا الله ينصرو ما كيبغيش الظلم ديال المواطن، حتى حنا كذلك احنا مواطنين وما كنبغيش الظلم ديال المواطن. والسلام عليكم ورحمه الله. اخي سؤال سي الشعب، تفضل سيدي. من العشاق ديال عين حروده وصحاب الشوا اللي كاينين تما، اي دائما في عين حروده كيف كتشوف الجوده ديالهم؟ وبصراحه انا كنفضل منطقه ديال 17 لان جوده ممتازه وكيخليك بالعربيه حتى تمشي تاكل وتشرب وعاد لك تخلص. هنا تايقين في نفوسهم، تايقين في نفوسهم. انا اقولها ب 17، انا انوه ب 17 وما يخلعتكمش هذه العمليه. وهذه العمليه راه مادام ان انثى وكذلك الطبيب البيطري ما خرج بصريح الا وكاين واحد اللبس هنا. كيف كتشوف هذا الاستنفار الامني كنشوفوا الان يعني من قبيله على الكبير من رجال الامن والقوات المساعده اللي جاوا لعين المكان؟ وعلاش جاوا هاد الناس لعين المكان؟ حيت شافوا هاد الناس ضايعين وخافوا لا يديروا شي حاله، راه تعرضوا السياره ديال لان نقل اللحوم وتعرضوا لها تحت الويض ديالها، تحت العجلات ديالها، راه بغاو يموتوا. راه مصيره كاين اللي مسلف 10000 20 30000 درهم وكتمشي ليه في رمشه عين، هو كيربح 10 درهم 15 درهم في الكيلو، مشات ليه عدد ديال الابقار وعدد ديال الكيلوات. راه خاص انصاف هاد الناس، خاص طاولة الحوار، وخاص علاش وكيفاش حجزنا هذا الحمل.